لا بحال بحال اليوم هادي وجهها مزيونين وبيهم واسم الله الامر حسين قسم بالله اهلا بكم احبائي في السوق ديال الحولي ديال العيد اليوم على بعد 6 ايام من العيد نشوفوا الجوده ونشوفوا الاثمنه ديال الحولي هنا في السوق الحولي بمدينه وزان وبقاو معايا حتى الاخير باش تعرفوا الاثمنه كامله وتعرفوا راس السوق ديال وزان شحال ساوي اليوم 6 ايام قبل العيد ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد شريف السلام عليكم شحال داير هذا المبروط 38 تبارك الله تبارك الله انتما كتشوفوا هذا النموذج 38 لا زوين 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 الله يجيب التيسير حاجه مزيانه ماشي شريف السلام عليكم شحال داير هذا المبروك 34 تبارك الله تبارك الله تبارك الله صديقي شحال داير هذا المبروك 49 صحه وراحه تبارك الله السلام عليكم صديقي شحال داير هذا المبروك 45 اخويا هذا تبارك الله تبارك الله تبارك الله لا احنا كنديروا واحد البرنامج في يوتيوب على الوضعيه ديال السوق الوضعيه ديال الفلاح كيفاش كتشوفوا انتم السوق هذه عيانه هذه ما كاينش مرة صراحه السوق عيان بالنسبه للموسم اللي فات مع مقارنه مع الموسم هذا السوق ناقص راك عارف الناس ما خدمتش الناس بصح الناس ما روجتش الله يحسن الله يحسن له الجميع راه الفلاح راه مضروب الصراحه لا تبارك الله عندكم سلعه زينه الحمد لله منين تبارك الله هادشي واحد حد كورت وانتم قرابين لينا جيراننا وزدان حد كورت الجر حال تبارك الله عليكم الله يسخر الله يسخر الله يسخر كيف ما كتسمعوا الوضعيه ما تحتاجش الواحد يكون داير شي دراسه كبيره باش يمكن له يعرف الوضعيه الوضعيه الاقتصاديه عموما راها وحده وبطبيعه الحال كتنعكس ايضا على السوق ديال الحولي عاد نشري واحد الخور هذا بصحه وراحه الله يحفظك يا استاذ تبارك الله شحال داير هذا المبروك 49 تبارك الله صحتك صحتك تبارك الله تبارك الله اليوم الى كما كان الحال واخا نقولوا ان كاينش الكسيبه رخيصه ولكن المليح داير الثمن بطبيعه الحال حاجه مليحه دايره الثمن السلام عليكم تبارك الله تبارك الله شحال داير هذا المبروك داير 40 هذا 40 2000 درهم تبارك الله تبارك الله الله يسخر واش المبروكه كاين المليح وكاين حتى الثمن طبيعه الحال الناس باغا تبيع لان يعني الناس خصهم يقبطوا الفلوس لان باش يمكن له حتى هو يشري حوايج اخرين السلام عليكم شحال هذا المبروك صديق عطاك 23 في الواحد هذا 23 ضرب 24 تبارك الله انتم كما كتشوفوا تبارك الله الخير موجود حتى الثمن يعني راه بامكان الناس كاملين يعيدوا تبارك الله هذا النوع ديال الاقتصاد اللي كتشوفوا ان الوليدات كيبيعوا الكرده الاقتصاد داك الاقتصاد الصغير اللي ممكن يزدهر مع هذه المناسبه ديال العواشر هذا هو السوق كيف ما كتشوفوا السوق في مدينه وزان السلام عليكم شحال هذا المبروك 38 اخويا 38 تبارك الله تبارك الله الله يسخر الله يسخر شي ثمن مزيان بالك 10 ديال هي راه كبيره ماشي باقا صغيره كيف ما كتشوفوا السلام عليكم شحال هذا المبروك اشري عطني 30 هدف تبارك الله تبارك الله
صور بعد ثاني ماشي تشجع التصويره. لا كنصور غير الحولي ما كنصوركمش انتوما. دابا غير باش نوضعك الصوره الشريف. كنديروا واحد البرنامج في اطار هاد العواشر والعيد وداكشي على السوق كي داير، الثمن، الجوده، الفلاح كيفاش داير عنده الوضعيه، كي داير عندكم الوضعيه؟ ايوا الوضعيه احنا مضرورين، احنا مضرورين في القضيه ديال الكساب، راه مضرورين. لا مضرورين السوق طايح. ونيت هاد العام الحولي ما علفش، الناس ما علفوش. كاين اللي معلف وكاين اللي ما معلفش، والاكثريه ما علفوش الا ما عندوش الواحد باش يعلف. ما عنده باش يعلف، العلف غالي والكل غاليين والثمن غالي. عندك ما يبقى لك عندك الحق. ملي يجي السوق ما كاينش الثمن. ما كاينش الثمن، وكاين الشاري اليوم، كاين شويه الشاري. اليوم شي حاجه السوق شويه. اليوم احسن من هذه ثلاث ايام. يا خيان نهار الاربعاء ومن احسن من الاربعاء. احسن من الاربعاء. الحمد لله. سيدي عواشركم مبروكه والله يسخر. الله يجيب تيسير سيدي، الله يجيب تيسير. السلام عليكم. تبارك الله عليك سيدي. شحال هذا المبروك؟ هذا خويا ب 24. 24 الله يسخر، الله يجيب تيسير. هذا حولي راس السوق هنا في سوق الحولي ديال العيد بمدينة وازان كيف ما كتشوفوا. لا شحال داير هذا المبروك؟ 56 ساوي. هذا حولي ساوي 56. تبارك الله. هذا الحولي ديال العيد ديال العيدين ياك اولي. تبارك الله عليكم، الله يسخر، الله يجيب تيسير. إذا أحبائي كيف ما شفتوا الثمن ديال الحولي اليوم، شفتوا أيضا حتى الجودة اللي حاضرة اليوم في السوق ديال الحولي ديال العيد في مدينة وزان. كتسمعوا هو كيقول موتور موتور موتور، هذا هو النوع ديال لا بغيتي تقول الخدمات اللي كتظهر ايضا في ايامات العواشر. كلشي كيخدم مع العيد. هذيك الحرف الصغيره اللي كتدخل واحد المدخول يومي بسيط ولكن راه معيشي واساسي لمجموعه ديال الشرائح داخل المجتمع المغربي. في الختام ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بخصوص حولي العيد غادي نبقاو مستمرين الى غايه اليوم قبل العيد باش نعرفوا اول باول الوضعيه ديال العيد عموما في هذه الجهه ديال وزان. دمتم باحسن احال ونلتقي واياكم في حلقه مقبله، الى اللقاء. بحال اليوم اديو جرا مزيوني واسم الله امر حسين بسم الله. ديال خذ حلال ديال